الدايره فيها كم ضلع؟ الدايره فيها كتير يعني، انا فاشل في الهندسه. كم ضلع؟ كم يلا؟ الدايره فيها كم ضلع؟ ثلاثه. بتدرس؟ ايه؟ هندسه. الدايره ما فيهاش، لا ما فيهاش، ما فيهاش طبعا، ما في، ما يتعدوش يعني الاضلاع. لا ضلع الدايره، الدايره ضلع واحد بس ما متني يا ابني. لا اضلاع الدايره نفسها القطر لا لا نهايه. اه لا بتتكلم في الاقطار، دايره ما فيهاش ضلوع، ما فيهاش اضلاع طبعا. دايره. قول لي اسماء اربعه من صحابك. احمد وطارق ومحمد. من الصحابه مش من صحابي. صحابه انا اتسحبت من صحابي. ابو بكر، ابو بكر الصديق، عمر الخطاب، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، صح؟ ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب و واحد تاني يلا مش جايين في دماغي، مش فاكر حاجه خالص. اربعه من الصحابه، ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، من تاني؟ ثانيه واحده، مش فاكرة، مش جاي في دماغي حد تاني. قول لي اسماء أربعة من الصحابة. الصحابة ولا أنبياء ولا هي هي؟ سيدنا يوسف مش في دماغي عامة حاجة دلوقتي. طيب أربعة بقى من صحابة النبي. سيدنا إبراهيم تقريبا، سيدنا يوسف برضو، ولا مش عارف، والزبيد بن العوام تقريبا. الزبيد بن العوام حسيت هجيب صلاح الدين. أيوه أيوه ده صح. لا يا عم نقفين. خمسة من الصحبيات. مش هتفرق يعني.